كفيري عن جد هالشراشة بحلوين، خلينا نساوي أغطية منهم ومنساوي بطانية لأمي. فكرة حلوة، نغسلهم ومنخيطهم. ليكي كفيري، شوفي اختي، انا بدي منك، بدي يعني قصدي. يلا احكي شريو. بدي انك تخلي لي موبايلي معك على طول. شريو شوفي خليه معك وبس. ليش شريو؟ اذا ضل هالموبايل بين ايدي ما رح اقدر امنع حالي من اني دق له وحاكي. شريو قعدي شوي. لا معلش، اجيت لهون كرمال اعطي الموبايل لكفيري. خدي انا رايحه هلا. ايه الو، ايه انا بدي معلومات عن شخص، قصدي معلومات عنه من 20 سنة. ايه صح، يعني شو بيشتغل، وين ساكن، مع مين بيروح وبيجي، وشو الشغلات اللي بيحبها وبيكرهها. بدي اعرف كل هالمعلومات هي، خبرني باسرع وقت ممكن. ماشي، سجل اسمه ولا تضيع الورقة. لاكس ميكانت أجرافال. لو سمحت اسمعني، كل اللي بدي اقولك اياه انه صباح الخير. يا الله دخيلك، انت منيح؟ كيف فيني ساعدك؟ لا 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 تخافي. لحظة بس، حط شوية مي. لا بلاها، مش الحال، دائما بصير معي هيك لما اتوتر شوي. عادي، يسلم. ماشي، بتصور انك لهلأ ما عرفتني، بس على فكرة انا عرفتك فورا، لهيك اذا صايرة معك مشكلة انا فيني ساعدك. لا لا يسلم، وانا كتير منيح. هالايام الطقس بمومباي بيأثر علي وبيعمل فيي هيك، بس عفواً عن جد أنا معرفتك. بس ما حلك تنسى، أنت عطيت جوزي 100 روبية، تذكرت؟ إيه مزبوط، إيه أنا هلأ أتذكرتك. كان مستعجل هداك اليوم وأنت إجيتي بعد ما راح، إيه تذكرت هالشي. مزبوط. منيح، بالحقيقة هو استناك على الموقف أكتر من مرة، وكمان دور عليك كتير. دور علي؟ لحظة بس، ثانية خليني رد. ألو؟ ايه بس بدي احكي مع بنتي لو سمحت. دقيقة واحدة. ماشي بحكي بعدين. ايه طيب ماشي، وليش عم يدور علي جوزي؟ نسيت انه تدين منك مصاري. تفضل هدول 100 روبية. هلأ هو عم يدور علي بس مشان 100 روبية؟ لا لا خلي المصاري معك، اللي عملته أقل من الواجب وأي حدا بيعمل عن جد. وكمان ببعض الأحيان مو كل الديون تندفع مصاري. صح كلامك، أنت ساعدته وقت اللي كان محتاج، وهي إلى قيمة كبيرة عنده، ما بينسى لك هالشي. هدول المصاري حقك، وشي طبيعي تأخذهم مني هلأ. شوفي الدين مو ضروري إنه يندفع بهي الطريقة وبس. إيه؟ لازم ما ندقق على بعض، الأحسن نخلي كل شي بوقته. أنا آسف كثير قلت لك هيك لأني أكبر منك، بس إذا أخذتهم منك رح أنحط بموقف كثير محرج. وليش لا تنحرج؟ هدول مصاريك وأنا عم رجع لك ياهم. لا لا عذريني، ما رح أخذهم، أنا عطيتهم لجوزك، وأكيد رح أخذهم هلأ ولا بعدين، قصدي بس شوفه باخذهم منه. ماشي. ماشي، تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان تشرفت كثير بمعرفتك. على فكرة طريقتك بالحكي ذكرتني ببنتي، هي بنفس عمرك تقريبا، بس
هالأيام ما عم تحكي معي، أخدي على خاطرها مني. انبسطت كثير بالحكي معك. بنتك ما رح تطول بزعلك، لأنه البنت ما فيها تزعل أبوها أبدا. شكرا، الله يطمن بالك. أهلا وسهلا سيد أرجي. أنا اسمي أرجي. أنت شو اسمك؟ أنا اسمي جنبي سهاسترا بودهي. تشرفنا. ماشي، انبسطت كثير بشوفتك مدام سهاسترا بودهي. يلا باي. لا مو هيك قصدي، أنا الحقيقة اسمي جنفي جوك. أيوة. المي يسلمون. شريق بدها تتأخر شي جنفي بالرجعة اليوم؟ لا ما رح تطول. بدكن تتعشوا ولا لا؟ أكيد، ليش؟ ولا شي بس هيك. بدي أحكي معك شوي. تفضلي عادي احكي لي. شري يعني أنا بصراحة تصرفات شريو ما عجبتني. هي عم تتصرف بغرابة شوي، بس وعدتني إنها رح تضل بعيدة عنه وما رح تحاكي، من شان هيك بتوقع أنها رح تصير أحسن. بصراحة هالزلمة أسوأ مما بتتخيلي، وعمتي بسيطة كتير وقلبها طيب. بس أنا ما كان قصدي هيك شري. لكان القصة معنا قصة إذا كانت عم تحكي معه ولا لا. اللي صاير معها خطير ومؤثر على حالتها النفسية. شكلها شريو فايتة بحالة كآبة، كآبة مرضية مانا سهلة، ما عم تحط بتمها ولا لقمة، بتضلها شاردة وما عم تحكي، وما بتلاقيها غير قعدت لحالها وصارت تبكي. حالتها صعبة كتير شري، عن جد خايفة عليها. عم نحاول نخليها تبعد عنه وما تحاكي، بس حاسة عم نضغط عليها زيادة. خالتي اللي عم تحكي صح، بس هلأ عمتي بتحبه ومتعلقة فيه كتير، من شان هيك ما رح تفهم العالم اللي حواليها شو ما نصحوها وقد ما حاولوا معها. كمان مالها بحالة نفسية منيحة لتسمع أي شيء ضده. أكيد هالشي عم يجرح عمتي شريو، لهيك هي رح تجرحنا كمان. طبعاً إذا كان بعيد عن عينها رح يخف وجعها شوي وبعدين بتنساه مع الوقت، ولهيك ما لازم نخليها تحكي معه أبداً، والله يصبرها هالكم يوم هدول.